تحت شعار داعش تهدد وجرش ترقص، نفذ حراكيو لواء فقوع وبلدة مؤتة في محافظة الكرك وقفتين احتجاجيتين تنتقدان مهرجان جرش في ظل ما تشهده المنطقة والدول المجاورة من أحداث دموية، مطالبين الحكومة بنقل الحقيقة في العراق عبر الإعلام الرسمي. نطالب اتخاذ موقف واضح مما يحدث في العراق وعدم تصدير الأزمات كما حدث في سوريا، كون الأردن يعني أصبحت منهكة. أما في الطفيلة فقد نظم الحراك الشعبي والشبابي مسيرة تحت عنوان التاريخ الذي لا يرحم، من أمام مسجد الطفيلة الكبير حتى مبنى دار المحافظة، وشارك فيها نشطاء ومنتسبون للحركة الإسلامية منددين سياسة رفع الأسعار التي تضر المواطن، ومشددين على ضرورة إجراء إصلاحات جادة ومقاومة لكافة أشكال الفساد ومحاسبة الفاسدين. أحرار هذا الوطن في هذا الحراك الطيب الذي لم يتوقف لحظة واحدة منذ بدأ، وهذا دليل ورسالة لأولئك الذين لا يعلمون معنى الحراك، هؤلاء الواحد منهم بألف لا بل بآلاف، لأنهم صامدون ثابتون على هذه الأرض من أجل تطهير وطنهم من كل خبيث ومن كل فاسد. وفي مدينة معان فقد ساند مؤازري التيار السلفي التيار الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش من خلال مسيرة تحت عنوان جمعة نصرة الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش، مؤكدين أن ما يحدث في العراق هو عبارة عن حرب طائفية، رافضين عمليات القتل والتنكيل التي يتعرض لها السنة في العراق، معتبرين أن ما يبث عبر وسائل الإعلام هي محاولات لتشويه صورة المجاهدين السنة.